السلام عليكم. اليوم 6 مارس 2022. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتقاسم معكم هذه اللحظه الجميله والسعيده جدا اللي هي تساقط الامطار في الدار البيضاء فاتم الليل. الحمد لله الحمد لله، يعني بعد طول غياب يعني كبير بزاف بالنسبه للمغرب كامل، حتى ولينا كنحسوا بان راه يعني دخلنا في واحد المنطقه اللي هي شويه حرجه، ولا في واحد المرحله اللي هي حرجه بالنسبه للجفاف وقله الامطار. الحمد لله هذا النهار هذا يعني البارح بالليل واليوم ما شاء الله، يعني واخا يعني ما كثيراش ولكن بشويه يعني امطار يعني خفيفه كما كيقولوا. والحمد لله الحمد لله يا ربي الله يعطيها لنا على قد النفع نصيبا نافعا ان شاء الله. في نفس الوقت انا طلعت بغيت نقطع شويه ديال الفول، ايوا قلت نتقاسم معكم هذه اللحظه نقطع الفول والشتا كتصب شي مشكل. بسم الله كما كتشوفوا غادي نحط واحد الفيديو صامت في الاخر وغادي نخلي فيه غا الصوت ديال الامطار، الصوت ديال الغيت ماشي الامطار. ان شاء الله غنكمل نقطع واحد شويه الفول. هاد الفول هذا غادي نديرو غشلاضه، يعني غادي يدير غشلاضه يتشرمل يعني ويدير شلاضه كما كيقولوا. دونك كما كتشوفوا طري ومع الشتيوا فالحقيقة منظر جميل جدا. كنتمناها لأي واحد يعني بحال هاد الأوقات سعيدة جدا، كنتمناها لأي واحد. هادشي اللي غادي نقول، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.